إذن عن تصاعد أزمة المياه في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. دكتور نظير مرحبا بكم. يعني بحسب مديرية الزراعة في محافظة ديالى تتحدث عن فقدان المحافظة ما يقرب من 60,000 دونم من الأراضي الزراعية وذلك بسبب أزمة المياه، ولكن السؤال الجوهري هنا دكتور نظير، إلى ما ترجع هذا التدني الكبير في إيرادات المياه؟ طبعا التدني الكبير هو تحويل معظم مياه نهر ديالى إلى داخل إيران. يعني هذه القضية بالحقيقة صار لها أكثر من سنتين ثلاثة. أولا بدأت إيران بتحويل مياه نهر الكارون. نهر الكارون تقريبا يمثل تصريفها 40% من تصاريف مياه شط العرب، بعدها الكرخة، وهسه ديالى، ويمكن بعدين يجوز الزابل الأسفل. فهذه العملية مستمرة، يعني 12 سد إيران بنت على الأقل على فروع نهر دجلة، وإحنا بالنسبة للعراق واردات فروع نهر دجلة بحدود 22 بليون متر مكعب من المياه، اللي هي تقريبا نصف استهلاك المياه في العراق. يعني هذه كمية كبيرة، فهذه تحولت داخل إيران، مع كذلك حولت كثير من الوديان الموسمية اللي يعني احنا ما نشوف تأثيرها المباشر مثل تأثير تصاريف نهر ديالى اللي قلت. هذه كلها تأثر بشكل كبير جدا على أمن ومستقبل البلد. يعني طبعا لا 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 حياة بدون مياه، هذا شيء معروف. يعني هذه المناطق كلها راح تتحول إلى مناطق صحراوية، يعني معناها المواطنين كلهم راح يتأثرون. احنا حاليا إذا نتابع تقارير المنظمات الدولية، المنظمات الدولية تشير إلى أن آلاف من المواطنين تركوا أراضيهم الزراعية ومحافظاتهم نتيجة رداءة نوعية المياه وقلتها. فهذا شيء خطير جدا، يهدد أمن ومستقبل الوطن مع الأسف. إذن دكتور، إيران هي المتسبب في انخفاض حصص العراق المائية، ولكن هل توجد اتفاقيات بين الدولتين توزع الحصص المائية دكتور؟ هو من صارت مشكلة حرب الخليج الأولى حول شط العرب، بالحقيقة وقعوا بالجزائر اتفاقية وبها ملحقين. نعم. والملحقين تتكلم عن تقاسم المياه، لكن ما تنفذ أي شيء منها إطلاقا. زين، طبعا العراق تعرف مر بحرب الخليج الثانية والحصار من الأمم المتحدة على العراق فذاك الوقت، لكن بعد 2003 أيضا ما صار أي تحرك بهذا الاتجاه، ومن حولوا نهر الكارون أصلا ما حد تكلم، ووزارة الموارد المائية ما تكلمت إلا قبل فترة قصيرة. يعني خلينا نكون منصفين، السيد الوزير الحالي هو الوزير الوحيد اللي يتكلم عن حصص العراق المائية من تركيا وإيران، ومثل ما تفضلتوا بتقريركم الرجل يعني توصل إلى نوع من التفاهم مع تركيا ووقعوا خلينا نقول وثيقة تعاون مشترك، لكن إيران ده ترفض أي تعاون أو تفاهم أو تناقش حول الموضوع. فلذلك الرجل دعا إلى تدويل القضية، لكن أنا أكرر وعدتها عديد من المرات، كلام السيد الوزير وحده مع احترامنا له لا يكفي إطلاقا. مثل هذه القضية تخص أمن البلد ككل، يعني معناها لازم مجلس الوزراء. وعلى ما هو الحل دكتور، ما هو الحل إذن؟ يعني إذا كانت إيران ترفض جميع الحلول التي قدمها العراق لحل الأزمة، ما هي الحلول إذن؟ والله أنا تكلمت أيضا عن هذا الموضوع. يعني إحنا خلينا نكون واقعيين، اقتصاد إيران معتمد بشكل كبير جدا على العراق. والكل يعرفوها هذه. يعني إحنا عندنا غاز ونحرقه 18 مليار متر مكعب من الغاز سنويا نحرقه، ما نستفاد منه ونستورد غاز من إيران. هذا مثال بسيط مثلا. زين، إحنا نستورد بلايين
دولارات من مواد من إيران. نعم يعني هاي ورقة ضغط كبيرة، المفروض الحكومة تستغل هذه الورقة زين للتفاوض مع إيران. أنا تكلمت عن هذا الموضوع بشكل مفصل، أنه مع تركيا ومع إيران الورقة التجارية والاقتصادية زائدا الأمنية مهمة جدا بالنسبة لهذه البلدين. فلذلك المفروض العراق يستغل هذا الشيء ويتفاوض، ومن ضمنها المياه. طيب هذا الحل الوحيد للتفاهم مع هذه الدولة. دكتور، إيراد العراق المائي كيف ستؤثر على الزراعة وعلى الاقتصاد العراقي بشكل عام؟ بدون اللي ذكرته أصلا، نعم نتيجة هذه العمليات والتغير المناخي، تقارير الأمم المتحدة تقول العراق ده يخسر 100,000 دونم من الأراضي الزراعية سنويا. وأنا قايلها أنه على مقياس الجفاف العراق 3.7، اللي هو من 5 درجات، وإذا استمرت الوضعية كما هي عليه راح ينقلب إلى صحراء خلال 10 سنين. وكثير من التقارير من منظمات مختلفة نرويجية والأمم المتحدة البنك الدولي يقولون العراق ضمن 11 دولة إذا استمرت الحالة هي كما هي عليه الآن ستتأثر بشكل كبير من النواحي الاقتصادية والزراعية والبيئية، وسيعاني معظم السكان من العطش سنة 2030. وفي بعض تقرير من اليونيسيف يقول أنه 2 مليون طفل مع عوائلهم سيعانون من شدة العطش خلال 10 سنين إذا استمر الوضع كما هو عليه. فلذلك هذا شيء أنا ما أفتهم بالحقيقة، ليش الكتل السياسية، البرلمان، الحكومة ككل ما دا تستوعب هذه هو المشكلة في هذا الكبيرة. الإطار دكتور، في هذا الإطار من خلال متابعتكم لهذا الملف تحديدا، هل رصدتم إرادة حقيقية من الحكومة لاستعادة حقوق العراق المشروعة في حصة المياه؟ والله مع الأسف، مع الأسف ما شعرت أن هناك أي تحرك جدي من الحكومة. لكن أرجع وأقول، حتى هذا شيء تاريخي والحق يجب أن يقال، السيد وزير الموارد المائية لا دا يشتغل، وأكد إلي في عدة لقاءات حول هذا الموضوع أنه الرجل جاد في الموضوع، لكن ماكو تجاوب من مجلس الوزراء والبرلمان مع الأسف. يعني أنا أرجع وأقول يا أخوان، شوفوا الكتل السياسية في مصر والسودان إيش سوت على مشكلة سد سد النهضة. النهضة. نعم بغض النظر أنا مع الحكومة أو ضد الحكومة، هذا شيء يخص مستقبل البلد. نعم فمستقبل البلد المفروض يكون أهم شيء في أجندة كل الكتل السياسية والأحزاب. فالمفروض الكل في هذه النقطة تقف مع جنبا إلى جنب في هذه نعم دكتور. القضية للحصول على حقوق العراق. عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لكم دكتور.